خليني بقى عزيزي المشاهد اقول لك الجانب المظلم من الموبايل ده، ودي حاجه خلي بالك مش هتشوفها في اي فيديو على يوتيوب غير في الفيديو ده. وبعد كل الفتره دي انا جاي اقول لك فيديو النهارده على كل عيوبه ومميزاته اللي قابلتها معاه، مميزات فعلا هتخليك تشتري الموبايل ده دلوقتي بعد اتفرج على الفيديو، وعيوب قاتله بجد في الموبايل ده تخليك تبعد عنه وتشتريهوش. وبعيدا بقى عن كل الفيديوهات اللي بس بتجمل في الموبايل، لا انا جاي النهارده اوريك الجانب المظلم منه. في اخر الفيديو كالعاده هقول لك سعر الموبايل وازاي تقدر تشتريه باحسن سعر ممكن. المهم ملكك الجميل، يلا بينا نبدا بمميزات الموبايل. اول ميزه كده في الموبايل ده وهي فكره التيتانيوم المستخدم هنا، حواف التيتانيوم دي يا جدعان ملمسها حتى في الايد دلوقتي كده لما تمسك الموبايل تحسه بقى اقوى فعلا، امتن كده، حتى انت وانت ماسكه حاسس ان ده قوي جدا، فاهم؟ اظن والله اعلم الموبايل ده فعلا لو عملت له دروب تيست هتلاقيه بيستحمل اكتر كتير جدا من الاجيال اللي فاتت، حتى فيديو الانطباعات الاوليه اللي عملناه لو لسه ما شفتوش ممكن تشوف من الاي اللي فوق دي. اظن دي خطوه كويسه جدا ان سامسونج خدتها، مع العلم انها مسروقه تماما من ابل، ده اكيد يعني. اصل معلش يعني انت مش فجاه كده خلاص قررت ان انت هتعمل تيتانيوم، صباح الفل يعني. بس قشطه، انا بشجع اللعبه الحلوه، عملت حاجه جامده انا هقول لك جامده. ولكن في نقطه هنتكلم عنها في العيوب في الحته دي، ان الظهر ده بيبصم جدا يا جدعان. بص الموضوع عامل ازاي، انا جايب هنا اللون الناتشرال تيتانيوم بتاع ابل طبعا اسمه كده، ولكن هنا هم مسمينه باين تيتانيوم جراي يعني عشان ما يبقاش مسروق قوي من ابل يعني. معلش، وانا لو بستخدم مثلا لابتوب وموبايل ونضاره ابل هقعد بقى اجيب لكل واحد فيهم راس شاحن لوحدها تشحنها كده، احنا اكيد مش هنخلص يعني. وهو حل واحد بس اللي بستخدمه بقالي سنين فعلا، وهي شواحن يو جرين الجديده. طبعا كان في الاول عندك الشواحن دي وكنت بستخدمه لفتره كبيره جدا، بس يو جرين اخترعوا الاختراع الجديد ده، 160 واط النكسود برو. دي نوعيه شواحن جديده هتشوفها من يو جرين، شواحن عايز اقول لك انها اخف من الجيل اللي فات. في اربع مداخل، 3 تايب سي، 1 يو اس بي اي، تقدر تشحن اللي انت عايزه بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه والدقه. ليه بقى عزيزي المشاهد؟ لان شاحن زي ده عايز اقول لك ان هو فيه نظام ذكي جدا بحيث انه يخرج كميه الواط اللي عايزها كل جهاز من غير ما يزود عليه او يقلل عليه. عايز اقول لك يا معلم، لا الشواحن بتاعت يو جرين ما بتسخنش، هي سيف تماما، لان هو عنده نظام تبريد ممتاز. ده غير بقى الخامات اللي من المعدن والحاجات الجميله دي، واسعار يو جرين دايما بتبقى ارخص من الشواحن الاصليه بتاعت البراندات، يعني ارخص من الشاحن الاصلي بتاع ابل مثلا لو انت عايز تشتري، لان عائله النكسوت برو في منها كذا فيرجن، يعني معاك من اول 65 واط لحد 160 واط، وعندك ال 100 واط اللي في النص شاحن برضه يشغل معاك كذا جهاز في نفس الوقت. وبالذات لو انت جايب موبايل غالي زي الاس 24 الترا مثلا فمش عايز تضر البطاريه بتاعته. لينك شراء التلات شواحن موجود تحت الديسكربشن دلوقتي حالا، انزل دلوقتي حالا اشتري من اللينكات دي سواء في امازون السعوديه او الامارات، هتلاقيه موجود باحسن سعر ممكن تتخيله. بس كده خلينا نكمل باقي الفيديو. الميزه الثانيه اللي فعلا هتقابلها مع الموبايل ده اول ما تشوفه كده الوهله الاولى هي شاشته. بجد يا جماعه الشاشه هنا رهيبه، الشاشه اللي بقت مسطحه بالكامل كده وبقت حواف صغيره جدا، تحس انك حرفيا ماسك شاشه في ايدك. ده مش موبايل بحواف وبتاع، لا انا مستمتع جدا وانا ماسك شاشه الموبايل ده، بتعرض لي كونتنت اكتر من اي موبايل تاني، دي حاجه جامده جدا. الشاشه هنا كبيره فعلا، تقدر تعمل عليها كذا حاجه في نفس الوقت، وبالذات للناس اللي بتحب الموبايلات الكبيره، لان انا هتكلم على الحته دي في العيوب برده خلي بالك تاني، لان الموبايل فعلا حجمه كبير زياده عن اللزوم. الميزه اللي بعد كده بقى هي الديسبلاي نفسها، هنا بقى بتبان قوه سامسونج، هي شركه شاشات، في الاول في الاخر هم بيحطوا اقوى شاشه عندهم في الموبايل بتاعهم، دي صنعتهم فاهم. عندك هنا شاشه دايناميك ال تي بي او اميليد، الشاشه هنا بريفريش ريت 120 هرتز، الشاشه هنا بتدعم اتش دي ار 10 بلس، بجد واحده من اقوى وافضل الشاشات اللي ممكن تجربها في اي موبايل موجود في الدنيا دلوقتي، ما كانتش هي الافضل اصلا من حيث تشبع الالوان. الشاشه الشارب قوي، الشاشه الممتازه معاك جدا ككواليتي وككل حاجه، بتوصل مستوى السطوع بتاعها لحد 2600 نتس. عايز اقول لك الاستوديو منور قوي دلوقتي لان في شمس هنا وشمس من هنا ومش عارف ايه واضاءات وكده، كون انه اصلا ظاهر في الكاميرا فوق كده بالقوه دي حاجه بجد رهيبه. ولسه احنا بس هنجيب اخره كده طف. شاشه الموبايل هنا ممتازه فعلا للميديا بشكل عام، وانت تتفرج على فيديو افلام الكلام ده هتبقى مستمتع جدا فعلا. الميزه اللي بعد كده طبعا هو صوت السماعات هنا، الموبايل ده جايب سماعات ستيريو طبعا، سماعات من فوق ومن تحت، سامع القصب اهو، واو بجد صوت يمين وشمال وفوق وتحت. بقول لك ايه، بجد واحده من انضف تجارب السماعات اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت، صوت مختلف فاهم. انت ما تشتري سماعه غاليه عكس ما تشتري سماعه ثانيه ب 50 جنيه مثلا، فرق كواليتي الصوت اللي انت سامعه. والموبايل جايب بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس ارمر، وهي طبقه حمايه جديده المفروض انها اربع مرات اقوى من قبل كده، وفي نفس ذات الوقت المفروض انها بتقلل ريفليكشنز على الشاشه بنسبه 75%، وناس كتيره جدا جربوها فعلا ودي حقيقه، لما بيجي عليها ضوء او شمس ما بيتعكسش كتير وبتاع، تحس ان انت شايف الشاشه كويس جدا. الموضوع ده جميل جدا والله، ولكن مش مفيد. ليه بقى؟ لان والله لا انا ولا انت ولا الراجل اللي هناك ده ولا الراجل اللي هناك ده، انك لو اشتريت موبايل مستحيل تمشي بيه من غير ما تركب له سكرين بروتكتور، الا اذا انت راجل كاريزما. في ناس كاريزما كده اللي هو انا سكرينه ايه يا عم، ما بركبش سكرينات ولا جرابات، ويجي يعيط على موبايله بعد ما يتكسر فاهم. بس ما علينا من الناس دي، مهما الشركه فعلا قالت لي ان الشاشه دي بتستحمل صدمات ومش عارف ايه، انا اكيد مش همشي بموبايلي الاس 24 الترا اللي انا شاريه ودافع فيه فلوس امشي بيه كده من غير سكرينه، مستحيل. فهتركب سكرين بروتكتور، وهنا خلاص ضاعت كل مميزات الريفليكشنز اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي.
يعني انا بقول لك هي ميزه كويسه جدا لو انت مش مركب سكرين بروتكتور، اول ما تركب فهي ملهاش لازمه عشان الانعكاسات هتفضل موجوده عادي جدا. الميزه اللي بعد كده هي البروسيسور الموجود هنا، طبعا معاك اقوى معالج هو السناب دراجون 8 جن 3، معالج 4 نانومتر اوكتا كور، معالج قوي جدا بعمليه حديثه موفر جدا في الطاقه، وعارف انت مزودين حته حنياكه كده اللي هو ايه بقى ده 4 جالكسي، بيقول لك ان احنا المعالج ده متعاونين مع كوالكوم ان هم يصنعوه للجالكسي فونز، زي فكره ابل كده لما بتصنع معالجاتها والسوفت وير فبيديك اداء ممتاز جدا وسوفت وير ناعم وبتاع. هنا نفس الكلام المفروض، يعني ان المعالج ده متصنع للموبايل فهو اوبتمايزد عليه جدا عن اي موبايل تاني في نفس المعالج ده. والموضوع هنا انا عايز اقول لك ان رايي فيه ان هو فعلا الى حد ما واضح في حاجات كتيره. طبعا اول حاجه الاستخدام السريع والسلس جدا للموبايل، موبايل هنا ما بيعلقش، موبايل هنا سريع جدا يا جدعان بجد بطريقه ما تتخيلهاش، يعني سكرول في السوشيال ميديا والكلام ده كله الموبايل هنا صاروخي فعلا، مفيش فيه اي تضحيه يعني. وعلى فكره الموضوع ده كان موجود في الاس 23 الترا عادي، الموبايل ده كان اسرع موبايل ساعتها اندرويد، ولكن الموضوع بيبان اكتر بقى كمان في الالعاب. الالعاب هنا بتلعب على اعلى سيتنجز موجوده، على الرغم ان نفس المعالج ده لو موجود في موبايل تاني مش بيلعب على نفس السيتنجز دي. وانا هنا بتكلم على لعبه زي ببجي مثلا، خلينا نفتحها كده. جرب ببجي يا باشا وبتاع. المهم انت ايه واحنا بنفتح ببجي كده يا صاحبي، لايكك الجميل، سبسكرايبك الرايق، عايزين نوصل مليون في اسرع وقت ممكن عشان الجيف اويز اللي جايه، عشان في درعامه بجد وكومنتات كتيره بقى عش حكيم وانت اخويا حكيم والفيديو ده كنت مستنيه حكيم والكلام ده كله، عشان عارف ان ده اخر ريفيو ينزل للموبايل في الوطن العربي ممكن. بس انا حبيت لو انت اتقل على الرز يستوي. انت سامع يا معلم؟ سامع برنس الصوت؟ لما تفتح الموبايل هتلاقيه بيلعب على اتش دي ار وفريمات اكستريم او الترا اتش دي ار عادي جدا، ولكن سموث و90 فريم، اوبشن 90 فريم هنا موجود في الموبايل ده يا جماعه، فانا العب على 90 فريم. يلا نخش جيم تي دي ام كاس سريع عشان تجربه اللعب هنا ممتعه جدا. يلا بينا اتفرج بقى على شاشه 90 فريم. بص بص وقت الفايتس الدنيا سموث كده معاك، وعارف تجيب الكلات بسهوله، دي كلتين اهو، الموضوع سهل خالص والله. انت تلعب على اس 24 الترا. اوف 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 يا جابني ابن ده، يا ابن اللعيبه ادي كل. لا لا انا بجيب الكلات بسهوله قوي يا جدعان، تحس الموبايل بيلعب معاك. اوف 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 نلعب على اعلى سيتنجز عادي جدا، الشاشه ناعمه معاك سموث جدا في اللعب، ماليش بقى حاجه اسمها ثروتلينج ولا دروب فريمز ولا اي حاجه يعني الحاجات دي. ماشي تمام، شكرا يا صاحبي، انا اشكرك جدا انك قتلتني. بتعملوا عليا حفله؟ ماشي يا رجاله، هو بيقتلوني بسرعه قوي بس قشطه، العيال لعيبه النهارده. المهم يعني الموبايل يا جدعان بجد في الالعاب ده مفيش زيه، انت فاهم حاجه، انت لو راجل جيمر فالموبايل ده ابو اللعبه كله عادي جدا. الميزه اللي بعد كده هي تبريد الاس 24 الترا، انت عندك هنا البيبر شامبر نفسها اكبر تقريبا 1.9 مره من الجيل اللي فات، يعني قول مرتين ولا حاجه، وده معناه تبريد احسن مرتين المفروض من قبل كده. الميزه اللي بعد كده هي الكاميرا، وبالذات بقى الكاميرا الخلفيه، لان الكاميرا السيلفي انا عايز اقول لك ان انا حاططها في العيوب عادي جدا مش عجباني، بس قشطه يعني كاميرا خلفيه الاول. كاميرا الرئيسيه هنا 200 ميجا بكسل، فتح العدسه هنا F1.7، كاميرا ثانيه تيلي فوتو 50 ميجا بكسل تديك 5x اوبتيكال زوم، وكاميرا ثالثه تيلي فوتو 10 ميجا بكسل المفروض بتديك 3x اوبتيكال زوم، وكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل. بص يا معلم سيستم الكاميرات هنا بجد رهيب، يعني عايز اقول لك هو بيطلع صور ساعات احسن من الايفون 15 برو، كاني بصور بكاميرا دي اس ال ار زي اللي انا بصور بيها دي. معالجه الالوان بتاعت سامسونج خلاص في حته ثانيه فعلا، البورتريه عظيم يا جماعه مش طبيعي، تحديد الاطراف بالملي، عايز اقول لك هو كان بيتفوق على الايفون 15 برو في حاجات كتيره جدا في البورتريه. فانا بالنسبه لي كاميرا خلفيه في الاس 24 الترا هي في جون الصراحه. الفكره بقى هنا ان الفيديو الرئيسي العادي المين فيديو، الفيديو ده بقى ثابت جدا عن قبل كده، بقى ثابت اكتر حتى من الايفون 15 برو. وانا هنا مش بتكلم على الاكشن مود او اللي هو الاستدي مود، لا انا بتكلم على المود العادي خالص بتاع الفيديو، لو انت فتحت كده وقمت مصور فيديو وانت بقى بتتمشى مستحيل تلاقي هزه باينه في الكاميرا، ودي حاجه مرعبه. الكاميرا هنا الهاردوير ستابلايزيشن الموجود فيه قادر ان هو يتحكم في اي اهتزاز موجود في الفيديو حتى لو انت مش مفعل الاكشن مود، فده مديك كواليتي كامله، مش خسران اي كواليتي خالص ولا عامل كروب في الفيديوز ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت انت واخد فيديو ثابت. الميزه اللي بعد كده طبعا هي مميزات الاي اي الموجوده في السامسونج الجديد اللي الناس كلها قاعده عمال تتكلم عليها، مميزات حلوه وحاجات كويسه انها بقت انتجريتد في السوفت وير نفسه، ولكن عايز اقول لك ان الحاجات دي موجوده، يعني مش قصدي بس انها موجوده في الجوجل بيكسل قبل كده او حاجه، لا انا بتكلم انها موجوده في برامج ابلكيشنز عادي بتنزل على الموبايلات اصلا من زمان، من ساعه انتشار الاي اي والكلام ده كله والذكاء الاصطناعي، وبقت طبعا ادق كتير لان نازله من شركه زي سامسونج، فاكيد في مجهود معمول يعني. انا اكتر ميزه مثلا عجباني، جيت في الفيديو بتاعي عادي عايز مثلا تسيرش على حاجه معينه على الموبايل، على تيشرت انا لابسه، على مثلا ازازه موجوده ورايا ايا يكن، انا اضغط على هوم كده ضغطه طويله، وبعدين بالقلم كده اقوم معلم على التيشيرت بتاعي كده، هيقوم هو جايب لك التيشيرت ده بيتباع فين ومين كان لابسه تاني واي صوره موجوده على السوشيال ميديا لابسين نفس التيشيرت، ممكن يجيبه لك من المواقع اللي بتبيعه ويقول لك سعره كام ومنين والكلام ده كله بمنتهى السهوله بجد يعني. في الصور بقى في ميزه رهيبه جدا برده بالاي اي بقى، خليني اوريها لك، وهي فكره دخول بقى الذكاء
الاصطناعي في الصور. انت مثلا جيت عوجت صوره زي كده كانت مثلا مش معدوله فعوجتها مثلا ايا يكن، وعايز تملى الفراغات اللي بقت موجوده دي، فقول له جنريت. بص كده هو هيبدا يملى الفراغات الموجوده دي بحاجات قريبه شويه للي موجوده في الصوره بالذكاء الاصطناعي طبعا، حاجات مش موجوده. نشوف دلوقتي هيفكر فيها ازاي. بص هو ملاها حرفيا بحاجات مش موجوده، هو كملها يعني حاجات الاطراف دي مش موجوده. مثلا ممكن اجي على الصوره واقوم عامل اديت واخش على حاجات الذكاء الاصطناعي مثلا احدد الشخص ده اللي هو انا، واقوم احدد انا كده بص عادي بسرعه كده من غير ما تحدد اطراف قوي، هو هيعرف على طول انا عايز ايه زي ما انت شايف كده حددني بالظبط. وبعدين اقوم قايل له هات الشخص ده يا باشا على اليمين، هيبدا ان هو ينقلني في الصوره ويحاول ان هو يكمل الصوره دي على الرغم من ان هو مش عارف ايه اللي ورايا هنا، هو مش عارف بس انا نشوف هيعمل ايه. انا كده حركت نفسي شمالي شويه. بص القدره بنت اللذينة بتاعت الذكاء الاصطناعي. في طبعا مشكله هنا كده ايه، في كوتش باين بس بجد هو نقلني حلو قوي، حط حاجات ورا في الصوره كده مع انها مش موجوده، دي حاجه جامده جدا. بس غلط هنا في الحته الاخيره دي، طبعا ممكن تعيدها تاني فطلع نتيجه معاك احسن، بس انا بقول لك ان الموضوع لو بقى في سيناريوهات اسهل شويه، لان على فكره سيناريو زي ده صعب جدا، انت عندك كميه تفاصيل في الصوره جامده الكولازه فيك هو ما عرفش يتغلب عليها قوي. ولكن لو في صور اسهل من كده شويه ممكن فعلا تنقل اي حاجه في اي حته، تكملها تشيلها تمسحها تعمل اللي انت عايزه، فاهم. الميزه اللي بعد كده كمان جامده جدا في التكست. فيعني مثلا انا بكلم نفسي هنا بقول محمد هاو ار يو توداي مثلا، فاقوم جاي على علامه الذكاء الاصطناعي دي، عندي ثلاثه اوبشنز جامدين. شات ترانسليشن ان انا ممكن اترجم الجمله دي لاي لغه تانية عادي جدا، فانت ممكن تكون بتكلم اي حد في اي حته في العالم، بيتكلم بقى هندي بيتكلم اسباني بيتكلم اي لغه، فانت ممكن تكلمه بلغتك وهو اوتوماتيك بيترجمها ويبعتها له وهكذا العكس. الجامد بقى كمان هي الرايتنج ستايل، ان انت كتبت جمله انا كاتب محمد هاي هاو ار يو توداي، اما قال لي اقتراح تاني ان هي مثلا كسوشيال ميديا ممكن يقول لك محمد هاو از ات جوينج، اداك مثال تاني يعني انت بتتكلم مع اي حد، فاهم. الحوار ده جامد جدا لان هو ساعات بيطلع لك نتائج كتيره جدا زي كده، ممكن اقول له شو اول فيجيب لي نفس الجمله دي اصيغها ازاي بكذا طريقه تانيه، يعني لو بكلم مديري في الشغل اصيغها ازاي، لو بكلم صاحبي اصيغها ازاي. فانت عندك هنا مثلا بيقول لك لو الاوريجينال دي بتاعتك طريقه بروفيشنال هقول له اي هوب ذس ايميل فايندز يو ويل، او كاجوال هتبقى ازاي سوشيال بولايت باحترام ايموجي فاي فيها ايموجيز كده ومشاعر وبتاع. الحاجات دي جامده والله العظيم جدا، مفيده للناس اللي بتتكلم مع اجانب كتير. واخر حاجه طبعا سبيلنج وجرامر، ودي حاجه بسيطه جدا مش محتاجه هنا يعني، هو هيتاكد بس الجرامر بتاع الجمله تمام ولا لا، والسبيلنج بتاع الكلمات سليم ولا لا. ودي حاجه جامده جدا برضو انها بقت انتجريتد زي ما قلت لك في سوفت وير، يعني ما بقاش ان انت تستخدم ابلكيشن خارجي، الموضوع ده بقى سريع وسهل الوصول ليه جدا. ميزه بعد كده هي البطاريه ال 5000 ملي امبير، بطاريه الموبايل ده بتكمل معايا اليوم عادي جدا. المعالج الجديد ال 4 نانومتر بقى موفر جدا في الطاقه، السوفت وير نفسه مساعد في العمليه دي جدا، ما بيستهلكش من البطاريه، الموبايل ما بيفصلش شحن بسهوله. الميزه اللي بعد كده طبعا هي وجود القلم ده في موبايلات سامسونج الالترا بالذات، بقت خلاص الموبايل ده بيلعب في كاتيجوري لوحده. فكره ان انت معاك قلم تقدر تمضي بيه اي حاجه، تكتب بيه بايدك كده عادي، وتصور من بعيد، تقلب الصفحه، تسكرول، تعمل حاجات كتيره جدا بالقلم ده. وفكره السن الصغير بتاع القلم ده خالص، تحس ان انت فعلا كانك ماسك نوت بوك وبتكتب، فاهم. ساعات بيغنيني عن استخدام الايباد، فاهم. اخر ميزه في الموبايل ده واللي عجباني انا كحكيم شخصيا يعني، فكره ان الموبايل ده بيتركب له شريحتين اتصال، دي بالنسبه لي في الجون يعني. معلش والله انا ماشي بشريحتين، شريحه في الموبايل ده وشريحه في الموبايل ده، بسبب ان الايفون الطبيعي اللي في الميدل ايست فيوجن المكان شريحه واحده وايسم. انا عايز شريحتين فعليتين، لا والله مفيش الكلام ده، الاوبشن ده مش موجود عندنا، روح هات نسخه الصين بقى، فاهم، بضمان الصين هناك، عشان لو موبايلك باظ الايفون استعوض ربنا فيه تدفنه جنبك بقى. خلصنا بقى كلام عن مميزات الاس 24 الترا، حبيته جدا، حسيت ان الموبايل عظمه جدا وانبسطت بيه. خليني بقى عايز المشاهد اقول لك الجانب المظلم من الموبايل ده، ودي حاجه خلي بالك مش هتشوفها في اي فيديو على يوتيوب غير في الفيديو ده، لان انت عارف يا معلم انا متعود اقول لك الحاجات اللي عجباني والحاجات اللي مش عجباني في اي موبايل. طبعا عايزين مشاهد لو وصلت للثانيه دي في الفيديو فانزل دلوقتي حالا في الكومنتات اعمل لي قلب احمر بس كده، اي حد يكتب قلب احمر في الكومنتات هعرف ان هو وصل للثانيه دي في الفيديو. بجد انت اخويا ان انت بتكمل فيديوهات للاخر، انا بحبك فوق ما تتخيل والله. شكرا جدا لكل واحد بيتفرج على الفيديوهات للاخر، دي حاجه بتشجعنا فوق ما تتخيلوا. رقم واحد طبعا الديزاين الساذج ده، يا جماعه كفايه انا تعبت، هي وابل كل سنه نفس الشكلين دول معانا، انتوا ما زهقتوش؟ طيب اللي بيشتغلوا في الشركه دول ما حسوش ان هم بيعيدوا نفس الحاجه تاني؟ اللي بيماركتوا الموبايلات دي بيماركتوا ازاي؟ طب على الاقل ابل على الاقل يعني قالت لك احنا بقى معانا زرار جديد، حطيت لك تايب سي من تحت، يعني بيحاولوا يغيروا حتى لو حاجه في الديزاين. كل اقدر اقوله لك ان هو خلى الشاشه بس مسطحه تماما، هو ده التجديد؟ يعني هي دي الكرياتيفيتي؟ يعني اقوم اقلع هدومي ده وامشي ولا انا مش فاهم والله. اصل الموضوع بقى مستفز جدا يا جماعه، دلوقتي بقى في شركات بتصرف على الديزاينز جدا. شوف ريلمي في ال12 برو بلس اللي عملوه فيديو من فتره، ممكن تشوفه من الرايه اللي فوق دي او تشوفه على القناه على طول يعني. طبعا العيب اللي بعد كده ان الموبايل ده بجد بيبصم كتير وبيتلحوز بسرعه قوي، وكلمه بيتلحوز دي ادق حاجه عكس البصمات، يعني الموبايل لو شفت الفريم دلوقتي مثلا كده مش عارف هيبان ولا لا، بس هو متلحوز حرفيا، وكل شويه عمال امسحه اصلا وانضف فيه في الفيديو وبتاع عشان ينضف، مفيش فايده يعني. العيب اللي بعد كده بقى هي الحواف اللي بقت مربعه دي، واللي انا لقيت الغريبه ان ناس بتشكر فيها، دي حلوه؟ وات
انا عايزك تقنعني ازاي. صعبة جدا في المسكة، رخمة جدا، وعلى فكرة بتوجع. يعني عايز اقولك ده بيشكني، فاهم؟ الحافة دي بتشكني في ايدي، تمام؟ والله بجد انت لو ماسك الموبايل وبتلعب كده ولفترة كبيرة هتحس ان انت ايدك معلم فيها الموبايل. الموضوع وحش جدا، انا مش فاهم ازاي الناس شايفاه حلو. وخلي بالك الحواف المربعة دي خلت مسكة الموبايل بايد واحدة بقت مستحيلة، مش شبه مستحيلة، خلاص انا بقى اخد نص الشاشة دي، مش قادر اطلع لفوق تاني، خلاص اقعد ارحل بقى، فاهم؟ ايه الشغلانة دي؟ فالموبايل بسبب حجمه الكبير كمان مع الحواف الحادة دي بقت مسكة الموبايل رخمة جدا في الايد. العيب اللي بعد كده هي سرعة الشحن بتاعت الموبايل. انا مبسوط جدا ان هي عدت ل 45 واط، في موبايلات خلاص بقت 120 واط، 250 واط، يعني في ارقام عالية. طب حتى اعلوا ال 100 واط، اعلوا ل 67 واط مثلا. ما تقوليش اصل عشان يحافظ على البطارية، لا، اقول لك لو عايز يحافظ على البطارية كان استخدم ال 67 واط اللي اوبو بتستخدمه في موبايلاتها من زمان، ولحد دلوقتي مفيش اي حد بيشتكي من موبايلات اوبو ان مثلا بطاريتها انفجرت او حاجة. ليه ما بيستخدموهاش؟ انا ما اعرفش. وايرلس تشارجنج هنا 15 واط، ايه الارقام دي؟ انا بقى عندي شاحن وايرلس، هتلاقي انت عندك شاحن وايرلس، واحد تاني عنده شاحن وايرلس، تحط الموبايل بتاعك يشحن، هيشحن معاك في ساعتين ولا حاجة البطارية ال 5000 دي. ليه؟ لان 15 واط ده شاحن بطيء جدا، مش ممكن. العيب اللي بعد كده بقى هي الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي هنا انا مش عجباني، الكاميرا السيلفي هنا 12 ميجا بكسل فتتعاد سيف 2.2، ومش حاسس ان حصل ومش حاسس ان حصل فيها اي تجديد بربع جنيه. انا شايف انها نفس الكاميرا اللي كانت موجوده قبل كده، كاميرا كويسه فيها تفاصيل كتير، كاميرا شارب بتطلع صور حلوه او بتطلع صور بكواليتي حلوه. انت بقى حلو في الصوره؟ لا، الصوره مش عجباني كصوره سيلفي، انا مش متقبلها خالص، مش عاجبني شكلي فيها. السيلفي ده يا معلم انا بصور نفسي، فانا عايز اطلع حلو من الاخر. ليش بقى اصل تفاصيل ومش تفاصيل ومش عارف ايه؟ باشا انت لازم تحاول الصياعه هنا في السيلفي تطلع الشخص ده حلو من غير ما يبان ان انت معدل على الصوره. يعني مش قصدي بيوتي مود، ما تستخدمليش بيوتي مود، لا، هو بتصور سيلفي وفي نفس الوقت الصوره تبقى طبيعيه بالوان طبيعيه بلوك طبيعي، فاهم؟ الموضوع ده مش متحقق في الكاميرا السيلفي هنا. هو وابل نفس الكلام برضو، انا مش عاجبني السيلفي قوي هنا. الصور بالذات الفيديوز ممتازه جدا، هنتكلم عنها في المقارنه الكامله ما بينه وبين ده. الفيديوز هنا بتصور 4K 30 فريم عادي جدا بالكاميرا الاماميه، ينفع جدا للفلوجينج، الفيديوهات ممتازه بجد. العيب اللي بعد كده واخر عيب طبعا هي العلبه اللي معانا النهارده دي، علبه سليم طبعا. دي حاجه بالنسبه لي مش متقبلها ولسه مش متقبلها، وابل بتعمل كده وانا مش متقبلها. شركات ثانيه زي شاومي، اوبو، ريلمي، اونر، وواوي، كلهم بيقدموا علب كامله لحد دلوقتي. انا بالنسبه لي ده مش بيقدم قيمه خالص وخلاص سعره، انت الموبايل ده هتجيبه ولسه تصرف عليه جراب وكابل وسكرينه وراس شاحن وكل حاجه، فاهم؟ فالموبايل مش هيبقى واقف بسعره الرسمي، لا، انت لسه هتصرف عليه كتير. الالوان المتوفره من الموبايل ده الرسمي، يعني عندك هنا اللون اللي معانا النهارده التيتانيوم ده، في لون اصفر، في لون بنفسجي جامد قوي اسمه لافندر، في لون اسود، هو مش اسود صريح ولكن اسود كول يعني حلو. وطبعا سامسونج عن طريق الويب سايت بتاعهم بتقدر ان انت تغير الوان الموبايل، يعني ممكن ان انت تطلب موبايل كاستمايزد ليك بلون برتقاني مثلا، بس هيبقى سعره غالي طبعا لانه هيبقى بسعره الرسمي. وهنا نيجي نتكلم عن سعر الموبايل دلوقتي. انت عايز تشتري الاس 24 الترا الجديد، هتشتريه منين وبكام؟ سعره الرسمي دلوقتي النسخه اللي معانا النهارده دي هي نسخه 12256، سعرها الموجود في السوق دلوقتي هو 3800 درهم او 3700، يعني حوالي 1000 دولار. عايز تشتريها تشتريها يا باشا من على دوبيزل، تشتريها من التجار، لكن لو من مكان سامسونج الرسمي هيبقى اغلى من كده طبعا، او من على الويب سايت بتاعهم يعني. فانت حاول تحفرك لها وتجيبه احسن من كده. اتكلم هنا طبعا في الامارات، طبعا لو انت في اي دوله كل مكان مع التجار اظن هيبقى ارخص شويه من الوكيل الرسمي، فاهم؟ وكده كده هو ليه ضمان عادي جدا. بس كده عرفت، سيبوا لايك بشكل كبير، ولكن اخر فيديو جديد. Peace.